يلا بينا بقى نبدأ أكلات النهاردة المميزة جدا. أكلات النهاردة هتكون معاكو حلوة جدا. هنعمل النهاردة العكاوي، دي كده اسمها عكوة. إيه هي العكاوي دي؟ العكاوي دي بتكون ديل العجل أو ديل الجاموسة، بنشتريها قطعية واحدة زي ما احنا شايفينها كده، شايفين حلوة قد إيه؟ يا إما بتشتريها سليمة زي ما هي كده وهو بتقولي له يفصصها لك وبيعمل لك فيها، شايفين الفتحات دي علشان يبين كل قطعة بالتانية، شايفين حلوة قد ايه؟ هو بقى بيفتحها لك كده، خليه يفتحها لك وبعد كده انت بتقطعيها. هنعملها النهاردة طاجن في الفرن مع بطاطس، هنقدم جنبيها رز ابيض. يلا بينا بقى على طول. اول حاجة انا هعملها، معايا هنا حل على النار، تمام، فيها مية. انا غسلت العكوة ولا لا؟ بغسلها بشوية مية بسيطة جدا، لو انت جايباها من جزار ثقة بلاش تغسليها، تمام. مقادير بقى طاجن العكاوي هيظهر معانا دلوقتي، اهو ظهر معانا على الشاشة، نقدر ناخده صورة او نكتبها. هيكون معايا الطاجن العكاوي عكوة، بطاطس مكعبات، كوبايتين عصير طماطم، فلفل الوان، بصل، هيكون معانا كمان جوزة الطيب، ورق لوري، توم بودرة، فلفل اسود، ملح وزيت وسمنة وشوية بهارات. المقادير طلعت معانا اهي، شايفين حلو قد ايه؟ خديها بقى كده صورة أو اكتبيها، صوروا بقى كده المقادير معانا. يلا أهو هو سايبها أهو، وإحنا بقى بنبتدي كده ناخد معانا تليفون. معانا ندى، عاملة إزيك إيه؟ يا ندى؟ الحمد لله. والله أخبارك أنت إيه يا عاملة حبيبتي؟ إيه يا كل أجمل سنة وأنت شيء، طيبة. وأنت طيبة وربنا يعود الأيام علينا بخير يا يا رب. رب أنت وإحنا يا ربي حبيبتي، أنت وإحنا يا وعايزة رب. أقولك إن أنا والله بحبك أوي، بحب كل وصفاتك حبيبتي بصراحة. أنا كمان بحبك. نفسك في أكلة معينة يا ندى معانا؟ والله انت مش مخلينا عايزين حاجة والله حبيبتي يعني. حبيبتي اشتركي بقى في وبس مسابقة الصفحات يا ندى علشان تطلعي معانا هنا حلقة إن شاء الله. اكيد والله انا عايزة اقولك ان متابعاكم على السوشيال ميديا وبحبكم جدا انت والشيف صدفة. حبيبتي حبيبتي يا رب دايما منورانا يا ندى. شكرا يا ندى. معايا هنا بقى في المية اللي بتغلي دي حطيت العكاوي وحطيت معاها كده حتتين بطاطس وورقة لوري. أنا هاخد فيها سلقة واحدة بس أنزل أي زفارة للعكاوي اللي معانا. ناخد بقى معانا حالة كمان. معلش اتصلي بينا تاني، اتصلي بينا تاني. يلا بقى كده احنا حطيناها، هتاخد غلوة معايا. هبدأ دلوقتي على ما هي تاخد غلوة احضر معايا في المقادير، باقي مقادير الطاجن هنقلها هنا على عندي، تمام. هناخد بقى هنا في حلة فاضية لحد ما هي بقى تتسلق كده سلقة وتاخد لها غلوة في المية دي وتنزل زفرتها معانا. معايا هنا حلة على النار، هضيف فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة. العكاوي ما بيكونش فيها دهون كتير. ناخد معانا تليفون. أستاذ فهمي معانا، السلام ازيك يا عليكم. أستاذ فهمي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل عامل ايه؟ سنة وأنت طيب. طيب منور الشيخ. تسلم يا رب. ايه والله نفسك عملت في ايه بس تشوفه تعليق على معانا؟ تتبيلة الفراخ المشوية. ايه؟ تتبيلة الفراخ المشوية. من عينينا. حاضر من عينينا، تكون معانا قريب بإذن الله الفراخ المشوية. شرفتنا يا استاذ فهد. هنا بقى معايا في الحله حطيت معلقه زيت، معلقه سمنه، نزلت بالبصل، هنديله تشويحه، انا عايزاه يدبل، العكاوي بتحب البصل الكتير. كمان هضيف فصين ثوم، يعني حوالي كده فصين ثوم اهم مفرومين معانا ياخدوا تشويحه، انا مش عايزه حاجه تتحمر خالص. اديهم كده تشويحه. معانا كمان قرن فلفل حامي، اللي مش حابب الحاجة حامية ما يحطهاش، يعني لو مش عايز حراق خلاص، تمام. هو بس يدبل معانا، مش عايزاها تاخد لون. وهنزل على طول بالطماطم. بسم الله، نزلنا هنا بقى بالطماطم، هنديها كده تقليبة بسيطة وهسيبها تتسبك معايا شويه، مش عايزاها تتقل قوي، عايزاها لما اجي احط عليها العكاوي يكون فيها شويه ميه كده، شويه صوص منها، تمام كده. نبدا بقى دلوقتي نركنها هنا، نسيبها شويه. اي حالة؟ الو الو يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل ازيك يا سنه وانت شيماء؟ طيبه. الحمد لله. كل
كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة. نفسك في ايه معانا يا حالة؟ انا بحبك قوي وبموت حاجة اسمها شيف ايمان. حبيبتي حبيبتي ما تحرمش منك يا رب. نفسك بقى تشوفي ايه معانا؟ وبحب اتفرج على البرنامج بتاعك قوي. حبيبتي ما تحرمش منك يا رب، دايما منورانا ان شاء الله. انا واخت هاي، انا اخت هايدي اللي كلمتك امبارح. والله انت بقى اللي الخط قطع معاكي امبارح. تمام يا حبيبتي، دايما منوراني يا رب، وهستنى اتصالك بقى كل يوم. وقولي لي برضو نفسك في ايه يتعمل معانا هنا؟ بحبك قوي. وانا بحبك موت يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. لو نفسك في اكله برضو قولي لنا. تمام، انا هنا خلاص غليت معايا، بهدي عليها النار. الرز كمان هياخد معايا غلوه وبعدين اهدي عليه النار. معانا مين؟ ناخد مي بقى معانا. ازيك يا مي؟ الو، ازيك يا شيف؟ كل سنه وانت طيبه يا ميوي. وانت طيبه يا حبيبتي، عايزه اقول لك تسلم ايديك على كل وصفه بتعمليها، بجد تحفه. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي، ما تحرمش منك. جربتي ايه من وصفاتي بقى؟ والله وصفاتك جربت طريقه الكبده. تمام. انت كنت عامله لنا العكاوي. تمام. بص، وصفات كتيرة جميلة، واحنا كمان بنتفرج انا وماما على طول عشان خاطر نعمل وصفات العيد دي يعني. حبيبتي يا رب دايما منوراني. تسلم ايديكي، اطلب منك طلب. شكرا يا ميوي، تسلمي لي، نورتيني يا حبيبتي. تمام يا حبيبتي. ايه يا مي، ايه الطلب بتاعك يا حبيبتي؟ معلش مش سامعة. ايه الطلب بتاعك؟ عايزة احتريت الحواوشي. من عينيا الاتنين، الاسكندراني ولا البلدي؟ لا الاسكندراني. من عينينا، حاضر، نورتيني يا مي. هنا خلاص بصوا، العكاوي نزلت زفارتها معانا. الريم ده هو زفارتها، يعني الريم ده زفارة اللحمة عموما، فعشان كده احنا بنغليها غلوة في مية وبعد كده بنكمل سواها. يا اما لو انت عايزاها بشوربة، يا اما تكملي السوا بتاعها في شوربة، يا اما بتكملي السوا بتاعها في صلصة زي ما احنا هنعمل النهاردة. تمام، انا هشيلها بقى كده خلاص. طيب لحد بقى ما اشيلها هنروح فاصل صغير وهنرجع لكم بسرعه باذن الله، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بعد ما قطعنا العكوه معانا. اما اخدتها غلوه كده على النار، بقى تقطيعها سهل جدا معانا. هو كان مفصصها لنا الجزار، احنا قطعناها بس فصلناها عن بعضها. هنا كمان الصلصه بتاعتي اخدت غلوه. تمام، هنبدا بقى ننزل العكاوي بتاعتنا في الصلصه دي تكمل سواها. هخليها تاخد مثلا غلوه كده لمده حوالي ربع ساعه. هننزلها كمان، هنبدأ بقى نبهر، نحط ملح، نحط فلفل. آخر حاجة هحطها هي البطاطس والفلفل الألوان. دايما لو هي حبة البطاطس معاكي نص سوا، نحط البطاطس وهي بتتحط في الطاجن. تمام كده بقى، هنديها رشة فلفل ورشة ملح. هي ما بتاخدش وقت معانا كتير العكاوي، هي بيبقى أساسها شوية من العصب، يعني ما بيبقاش فيها لحمة حمرة كتير، لكن هي أكلة بقى ما فيش بعد كده الأعياد ما بتخلاش منها بصراحة، وبتبقى حلوة جدا. ضفت رشة كمون، ورق لوري، ورشة جوزة الطيب، وكمان رشة من الثوم البودر. تمام جدا، هنديها بقى تقليبة. لو حسيت إن الصلصة تقلت قوي معاكي، كل شويه زودي كده حوالي ربع كوبايه من الميه. يديها تقليبه. معانا تليفون. الو، ازيك يا شيف؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالف صحه وسلامه. اخبارك ايه؟ دخلتي المطبخ قبل كده؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 21 سنه. عملتي ايه بقى وطلع حلو من ايدك؟
والله عملت وصفات كتيرة جدا، بعرف أعمل الكيك، بعرف أعمل الشاورما، بعرف أعمل الحواوشي، بعرف أعمل حاجات كتيرة يعني. حلو تعلمت جدا من حلو مطبخ جدا. سفرة هنية أكلات كتيرة جميلة. تمام يا حبيبتي، حلو جدا، تسلم ايدك. ان شاء الله تيجي تشرفينا بعد العيد وتعملي أكيد معانا أكلة حلوة من أنا ايدك عايزة كده. أطلب منك طلبين. اموري يا حبيبتي. أنا عايزة طريقة الكشري، تمام الكشري وعايزاكي بعد العيد تعملنا حلقة جميلة كده عن آيس كريم. من عينيا. حاضر، بس كده عينيا الاتنين. شرفتيني يا قمر. انا بس هنشوف العكاوي علشان بتغلي، علشان ندخلها الفرن مع بعض. هضيف بقى ليها شويه فلفل الوان وشويه من البطاطس هنصفيها بس. ننزل بقى بالبطاطس. البطاطس هنا انا مقطعاها مكعبات تكون مليانه تخينه كده شويه. هديها بقى تقليبه مع بعض كده على النار، وبعدين نحطها بقى في الطاجن ونغرف كمان الرز معانا. طبعا هي هتكمل سواها في الفرن، وهنزود كده شويه ميه نغطيها بقى بالميه. تمام، حلو جدا. عايزه اقول لكم ريحتها بقى جميله جدا. جاهزين هنا بقى معانا الطاجن، هننزلها في الطاجن معانا. بسم الله، بالراحه كده. ناخد بقى من الخضار الجميل ده، تقدري تحطي بقى مكعبات كوسه، مكعبات جزر، بس هي بتحب الفلفل وبتحب البصل جدا. هي كمان ما شاء الله بدأت تدخل معانا في السوا، هتكمل سواها طبعا في الفرن. تمام، حلو جدا. خلاص كده كفاية، أخدنا على قد الطاجن معانا. امسحوا كده بقى علشان ايه اللي بتبقى على حروفه ده بيتحرق معانا في الفرن. هدخله بقى الفرن، نفتح الفرن معانا. تمام، فتحنا الفرن. بسم الله، وندخلها هنا معانا الفرن. هسيبها تاخد غلوة كده الأول، بعد كده هغطيها بورق فويل، بس لازم تاخد غلوة الأول وهي مكشوفة معانا على النار. جربوه إن شاء الله، حلو جدا. كمان الطاجن اللي معايا من فوق اللي احنا لسه حاطينه هغطيه هو كمان علشان خاطر يكمل سواه معايا. شايفين بقى حلو قد ايه. وطبعا قبل ما تطلعيه ب10 دقايق بنشيل من عليه ورق الفويل. ده شكل الطاجن معانا، شايفين حلو قد ايه، جميل جدا. هنغطي التاني، معانا هنا ورق فويل، هنجيب التاني برضو نغطيه. لازم تغطيه علشان يكمل سواه معاكي، بس غطيه بعد ما بياخد غلوة. هغطي بقى معانا الطاجن ده، اخد معانا غلوة اهو في الفرن. دايما لما تيجي تغطي، الناس اللي بتقول حطي ورقة زبدة، دايما لما تيجي تغطي خلي الناحية اللي بتلمع هي الناحية اللي دايما ملامسة للأكل، عمره ما هيتفاعل معاكي. الناحية المصفية دي للناحية للأكلات الباردة. تمام، يعني انت لو ما عندكيش ورق زبده هو مش ضروري يتحط خالص لو انت عملتي الاكل بالناحيه اللي هي اللي بتلمع دي، يعني الناحيه اللي بتلمع تبقى ملامسه معانا للاكل. انت حتى لو اكلته في مطاعم بره هتلاقوه بيتقدم على ورق الفويل من الناحيه اللي بتلمع دي. هدخله بقى الفرن يكمل سواه. بسم الله، انا بحطه في الرف اللي في الوسط على درجه حراره 180، بياخد معايا حوالي من ساعة الا ربع لساعة. هنطلع بقى فاصل صغير وهنرجع معاكم لأهم فقرة في برنامجنا النهاردة، الفقرة الطبية. فاصل صغير وراجعين.